أعلنت شركة التهي أزنة ندوة صحفية بالدار البيضاء أماطت فيها اللثام عن تقدم مشروع المدينة البيئية أزنة الذي يجمع أقطاب الصحة والتعليم والتجارة والسكن بغية توفير مستوى عيش أفضل. الصحة والتعليم والتجارة والسكن هم الأقطاب المهمة لمدينة البيئية أزنة، الأقطاب اللي ذات قيمة مضافة مهمة، واليوم كنا نقولوا ان هذه الاقطاب تتقدم بطريقه ملموسه على المدينه وعلى الجهه وعلى البلد كله بالخير، وكذلك بفضل التقدم الملموس للاشغال ديال في المدينه. اليوم كنا نقولوا ان المدينه البيئيه أزنتها تتجسد على أرض الواقع. وفي إطار المشروع ذاته وقعت الشركة المشرفة عليه اتفاقية لتطوير مركز استشفائي مندمج على مساحة 10 هكتارات مع مجموعة المستشفى السعودي الألماني. هذا المستشفى على أعلى مستوى، مستشفى متميز، خدمات على أعلى مستوى، هتكون طبعا مشروع الفريد من نوعه في المغرب الشقيقة، وإن شاء الله سوف يستقطب جميع الدول المجاورة اللي هو أفريكان كونتريز إلى هذا المشروع إن شاء الله. القطب الجامعي الدولي لمدينة أزنة سيكون موجها نحو مهن الهندسة والتجارة والصحة، إضافة إلى إنشاء مركز تجاري وحي سكني ستكون الإقامة فيه ابتداء من سنة 2022.